الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، ولعلنا أن نحصل على رضا رب العزة والجلال والأجر والثواب بقراءة هذا الكتاب بتعلم ما فيه من الأحكام، فلعلنا نقرأ عدداً من أحاديث هذا الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن أبي وائل قال: غدونا على ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذًا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد عرفت النظائر التي كان يقرأهن، يقرن بينهن اثنين اثنين في كل ركعة. قال شقيق: فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه، فذكر 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، 18 سورة من المفصل، وسورتين من آل حاميم آخرهن الحواميم، حاميم الدخان. وعم يتساءلون. قول المؤلف عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، خاصة تلاميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله: غدونا على ابن مسعود، أي ذهبنا إليه في أول النهار، وذلك أنهم كانوا يتعلمون عنده ويتدارسون الحديث عنده، مما يدل على ما فضل الله به هذه الأمة من علماء كانوا يتدارسون العلم فيما بينهم. قوله: فجاء رجل إلى ابن مسعود، فإنه كان يجلس في المسجد فيأتيه الناس يسألونه ويستفصلون منه عن مسائلهم، مما يدل على أن جلوس العالم للناس لإجابة سؤالهم وأسئلتهم ورفع ما يشكل عندهم من الأمور المعهودة عند علماء هذه الشريعة. فقال: قرأت المفصل. المفصل الأجزاء الأخيرة من القرآن، والمشهور أنها تبدأ من سورة قاف، من سورة قاف. وقوله: قرأت المفصل الليلة، يعني الليلة السابقة، لأنهم كانوا إذا قالوا الليلة وهم قبل الزوال أرادوا به الليلة الماضية، وإذا قالوا الليلة بعد الزوال أرادوا به الليلة الآتية. وقوله: في ركعة، أي أنه قرأ جميع المفصل في ركعة واحدة. فأنكر ابن مسعود ذلك فقال: هذًا كهذ الشعر، أي سرعة في التلاوة والقراءة حتى أنه يأتي بها كأنها حروف متتابعة متعاقبة. ثم قال: إنا قد سمعنا القراءة، أي نقلنا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأه وفيما كان يقرأ عنده، وإني لأحفظ القرآن، أي السور التي كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهن في القراءة، مما يدل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة. وفي هذا الترغيب في ترتيل القرآن وحسن أدائه والتفكر في معانيه. قال: التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد عرفت النظائر، أي السور التي يقارن بعضها ويقرن بعضها ببعضها الآخر. قال شقيق: فقام عبد الله، يعني من جلسته في المسجد، ودخل معه علقمة النخعي من تلاميذه،
وخرج علقمة بعد ذلك، فسألناه ما هي السور التي كان يقرن بينهما في القراءة، فذكر 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، يعني على طريقة ابن مسعود في جمع القرآن، و18 سورة من المفصل، وسورتين من سور حاميم آخرهن الحواميم، حاميم الدخان، وعما يتساءلون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأمن الإمام فأمنوا وقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن، فإنه إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أن بعض الصلوات يجهر بالقراءة فيها، وأنه يجهر بسورة الفاتحة، وفي هذا الحديث مشروعية التأمين بعد قراءة سورة الفاتحة بقول آمين ومعناها اللهم استجب، وفي هذا الحديث مشروعية رفع الإمام لصوته بقول آمين، وفي الحديث أيضا أن المأمومين يجهرون بقول آمين عند فراغ الإمام من قراءة سورة الفاتحة، وفي هذا الحديث الترغيب في أن يكون تأمين المأمومين موافقاً لتأمين الإمام، وأن من وافق تأمينه تأمين الإمام فإنه حينئذ يرجى له الأجر المرتب في هذا الحديث. وفي هذا دلالة على فضل التأمين، وفيه دلالة على أن قول آمين ليس من الفاتحة، فلو قدر أن الإمام أو المأموم لم يقلها لم تبطل صلاته بذلك، ولكنه يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا دلالة على أن شأن الأولين رفع الصوت بقول آمين. وفي الحديث الاقتداء بالملائكة وجعل الناس يجعلون الملائكة بين أعينهم ليقتدوا بهم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قوله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصل إليه في أثناء جريه أو مشيه وهو راكع، وفي هذا دلالة على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. وفي هذا أيضا دلالة على أن الإنسان لو ركع قبل الصف ثم دخل في الصف جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. واستدل الجمهور بحديث الباب على جواز أن يصلي الإنسان وحده خلف الإمام، لأن أبا بكر ركع خلف الإمام وحده، فقالوا فدل هذا على أن ركوعه قبل دخوله في الصف مما يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وذهب الإمام أحمد إلى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، ولما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد صلى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة. وحمل الإمام أحمد حديث الباب على من لم يستكمل ركعة أو من لم يستكمل ركوعه
خلف الصف، فإن الاثنين قد يقدمان فيكبر أحدهما قبل الآخر ويكونان خلف الصف فتصح صلاتهما. وما قول أحمد في هذا أظهر لموافقته ظواهر النصوص السابقة. وقوله في هذا الحديث زادك الله حرصا فيه دعاء الإنسان لغيره، خصوصا إذا رأى عليهما يستوجب التذكير. وقوله ولا تعد، أي لا تفعل ذلك مرة أخرى. وقوله لا تعد قد يحتمل أن المراد به النهي عن التأخير عن الصلاة، وقد يحتمل النهي عن الركوع قبل دخوله في الصف. ورواية البخاري واحدة لا تعد، وقد ورد في بعض روايات الحديث الأخرى ألفاظا أخر، ففي بعضها لا تعدو أي لا تجري عدوا إلى الصلاة. وهذه الروايات الأخرى ليست في الصحيح. نعم. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما بالبصرة، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران فقال قد ذكرني هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قوله صليت خلف علي بن أبي طالب، وذلك أنه كان خليفة يصلي بالناس من سنة 35 إلى سنة 40. قال أنا وعمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه، فكان علي إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر. في هذا دلالة على مشروعية التكبير في السجود وعند الرفع. وكان هناك خلاف بين الصحابة في مسألة التكبير، فإن بعض الصحابة قالوا بأنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام ولا يكبر مرة أخرى، وبعضهم قال بأنه يكبر تكبيرة الركوع والرفع دون تكبيرة السجود والجلوس. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل انتقال من انتقالات الصلاة إلا عند رفعه من الركوع، فإنه كان يقول سمع الله لمن حمده. وذهب الإمام أحمد إلى أن هذه التكبيرات واجبة، ومعنى كونها واجبة أن من تركها نسيانا لم تبطل صلاته بذلك، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته بهذا. وأكثر أهل العلم على أن هذه التكبيرات مستحبة، وقد استدل أحمد بهذا الحديث وأمثاله، وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ورد في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا أثنى عمران على علي رضي الله عن الجميع بكونه قد تابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وفي الحديث مشروعية التكبير عند القيام من السجدتين إلى القيام. وفي الحديث أيضا إطلاق لفظة الركعتين على السجود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده
ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه وقام بين السجدتين فيقول الله أكبر، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. في هذا الحديث التذكير بمشروعية التكبير في كل انتقال من انتقالات الصلاة، وبالتالي يدلنا هذا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. ولذا يقولون بأن الراجح من أقوالهم هو القول بإتمام التكبير في الركوع والسجود. وقوله هنا: ففي كل صلاة من المكتوبة وغيرها، فيه دلالة على ما كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع لصلاة الليل في شهر رمضان. فكانت صلاة التراويح تقام في عهد النبوة، فكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الناس جماعات في المسجد، يصلي الرجل فيصلي بصلاته جماعة، فكان مما يتناقلون هو التكبير في أثناء الصلوات. وفي هذا الحديث مشروعية قول سمع الله لمن حمده للإمام إذا رفع من الركوع، وفيه أيضا مشروعية قول الإمام بعد هذه اللفظة ربنا ولك الحمد. وقد قال بعض الفقهاء بأن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا: فهذا دليل على أن الإمام لا يقول هذه اللفظة، والصواب أن الإمام يقولها. والحديث إنما استدل به بمفهومه، بينما في حديث الباب فيه منطوق صريح بأن الإمام يقول هذه اللفظة، والمنطوق مقدم على المفهوم. وفي هذا الحديث أيضا أن من ألفاظ هذا الذكر التحميد بعد الرفع أن يقال ربنا ولك الحمد بإثبات ربنا وبإثبات الواو. وفي هذا الحديث أن الإمام يكبر عند الانتقال من أركان الصلاة بعضها إلى بعضها الآخر، بمعنى أن هذا التكبير يكون للانتقال، فلا يقوله قبل أن ينتقل ولا يقوله بعد أن يستقر ويتم الانتقال، إنما يقوله حال الانتقال. ولذا قال هنا: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، وقال يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ويكبر حين يسجد، مما يدل على أن هذه التكبيرات تكون أثناء الانتقال.
وقوله في ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين يعني فيه مشروعية التكبير بعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وفي هذا الحديث أيضا أنه يشرع التكبير عند الرفع من السجود. وفي هذا حرص الإنسان على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفيه جواز أن يثني الإنسان على نفسه في فعله متى كان هناك مصلحة شرعية. ولذا قال أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده بهذا أن يقتدي الناس به وأن يسيروا على طريقته في الصلاة. وفي الحديث أن هذه الطريقة في أداء الصلاة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته. وفي ذلك أن صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم استمرت إلى وفاته. وفي الحديث مشروعية رفع الصلب بعد الركوع. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يفعل في بقية ركعاته بالنسبة للتكبير وطريقة أداء الركعات كما فعل في الركعة الأولى. وعن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فكبر 22 تكبيرة. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ نعم. قول عكرمة وهو مولى ابن عباس وهو من البربر قال صليت خلف شيخ يعني كبير سن بمكة عند المقام، وفي بعض الروايات قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فكبر 22 تكبيرة. فيه مشروعية التكبير في كل خفض وكل رفع من أجزاء الصلاة. وفيه سؤال العلماء عما يستشكله الإنسان مما يراه من الوقائع ليعرف حكم الله فيه. وقول عكرمة هنا عن هذا الرجل بأنه أحمق أنكره عليه ابن عباس ولم يرتضه منه، وفي هذا مشروعية الرد والذب عن عرض إخوانك إذا تكلم فيهم لديك. وفي الحديث تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم خصوصا فيما يؤديه الإنسان من العبادات. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي سعد رضي الله عنه. وفي هذا دلالة على أن الواحد إذا صلى مع الواحد صلى بجواره ويكون عن يمين الإمام. قوله فطبقت بين كفي أي جعل إحدى الكفين على الكف الأخرى ثم وضعهما بين فخذيه. وكان الناس في أول الإسلام يفعلون هذا، فأمروا بأن يضعوا أيديهم في الركوع على الركب. وفي هذا بيان الموطن المشروع للأيدي في الركوع بحيث توضع
على الركاب. وفي هذا دلالة على أن اليدين لا توضع على الفخذين ولا على الساق، وإنما توضع على الركبة في الركوع. وجمهور أهل العلم على أن وضع الأيدي على الركب من المستحبات، ولكنه لا يحسن بالإنسان أن يتركه، ولا يكون الإنسان راكعا إلا بإمالة ظهره إلى جهة القبلة. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقعوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قوله هنا كان ركوع النبي، هذا يدل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال في التسوية بين الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. وفي هذا إشارة إلى حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. وفي هذا الحديث بيان مقدار الجلسة بين السجدتين. وقوله هنا ما خلا القيام، فالقيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله أطول من بقية أركان الصلاة، وهكذا في جلوسه للتشهد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قول عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر: سبحانك، أي أنزهك يا ربي عن كل ما لا يليق بك، اللهم، يعني يا ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي بالثناء عليك وبذكر محامدك، اللهم اغفر لي، أي استر ذنوبي وعيوبي. قولها يتأول القرآن، أي أنه يحول قراءة للقرآن من كونها ملفوظا إلى كونها مشاهدة أو معمولا بها. وفي هذا دلالة على مشروعية التسبيح في الركوع. وقوله اللهم اغفر لي، قيل بأن المراد به الدعاء في أثناء السجود. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدعاء في الركوع وأمر بالدعاء في السجود، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.